فجاء السامري الآن انتهز أولا إبطاء موسى وتأخره، ووجد أن هؤلاء القوم يتأثمون من تلك، هم منا أوزارا من زينة القوم، وقد تكون أوزار معنى أثقال، فجاء وجمعها وهم يريدون أن يتخلصوا منها فأعطوه إياها، فلما أعطوه إياها رماها في النار بوصفها ذهب فذابت، فلما ذابت تلك الحلي عمد كما قال الله جل وعلا عنه فقبضت قبضة من أثر الرسول. الآن خلاف العلماء في معنى قوله جل ذكره فقبضت قبضة من أثر الرسول، لكن نستطيع أن نقول إن المنحة في التفسير عند كثير من المفسرين على أن المعنى أن المراد بالرسول جبريل، وأن هذا السامري أبصر رأى بفطنته بحذاقته بذكائه رأى أن جبريل عليه السلام كان يركب على فرس وهو يتقدم موسى في الغدو على البحر. وقد مر معنا في اللقاء الماضي في قضية الكبش الأملح أن الله عز وجل خلق الموت على هيئة كبش، كذلك يقولون كهو قول مقاتل وقول الكلبي أن الله عز وجل خلق الموت على خلق الحياة على هيئة فرس، خلق الحياة على هيئة فرس لا تمر على شيء إلا أحيت. فكان جبرائيل يركب تلك الفرس، فلما وهو يمضي على الفرس كلما رفع حافر الفرس ورفع حافره نبتت الأرض، فعلم السامري أن الفرس ورأى شيء فقبض قبضة من أثر الرسول وأخذها، فأتى لتلك الحلي بعد أن أقنع بني إسرائيل بأن يتخلصوا منها فألقاها في النار، فلما ألقاها في النار خلطها بالقبضة، فلما خلطها بالقبضة على أحد الأقوال دبت فيها شيء من الحياة، فأصبح ذلك العجل الذي صنعه من تلك الحلي بعد أن صهرها بالنار أصبح له خوار. رب العزة يقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقوله جل وعلا فأخرج لهم عجلا أي على هيئة عجل، وليس المقصود عجلا حقيقيا يمضي ويمشي، إنما تلك الحلي صيغت على هيئة عجل، وربنا يقول جسدا يعني الجسد جسد عجل كمجسم مثلا مجسم، لكن يعني جسدا لا، الأصل في كلمة جسدا في القرآن لا يكون فيه روح، الله يقول ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لكن قول الله عز وجل له خوار هذا إثبات أن له خوار، لكن السؤال هل هذا الخوار من دخول الريح من أحد جانبيه وخروجها من الآخر فيصبح صوت هواء أم خوار حقيقي؟ لا نستطيع أن نجزم، لكن قلت المنحى في التفسير على أن القبضة التي قبضها من أثر الرسول من أثر جبريل أدت إلى شيء جزئي من الحياة جعلت لذلك الجسد المصنوع من الحلي جعلت له خوارا، والعلم عند الله، لكن ذلك صيغ على هيئة فتنة عظيمة حتى ظن بنو إسرائيل أن السامرية صادق فيما يقول فعبدوا ذلك العجل،